واس العسران معكم وشاميد في الزيخ ومرحبا بكم في فيديو ديال كيون اي. هذا ماشي فلوغ ولكن نقدر نكملو فلوغ على حساب شحال غيجي من شحال غتجي من دقيقه. المهم انا في الصوره الدراري كنت بوستاج في سميتو في كونت ديالي فيسبوك بلي غادي ندير لكم واحد كيون اي. ودابا الدراري غادي نجاوبكم على كيسيون ديالكم. قبل ما نبدا الا كنت عشتي اللي كتفرج اول مره كتفرج فيا ما تنساش تشير لي لايك وكتشي كومونتير زوين وسبسكرايب وسمحوا لي على الفلوغ اللي فات كنت زدت في الموسيقى شويه درت واحد موديفيكاسيون ولكن باش نعاود نرجع باش نقادها نودي في داكشي نسيت الدراري سمحوا لي هادشي ما غاديش يتعاود. اول سؤال ديال من وليد او او دي وليد اود بيك ديديكاس خويا وليد. شحال من عام وانت كتريني واش ملي دخلتي كنتي عارف اشخاص خدير ولا دوزتي متعب باش عرفتي خويا اللي شفت الصوره ديال كينانا دخلت تريني وانا باقي صغير عندي شي 15 عام 16 عام ولكن فاش رجعت نتريني عاوتاني حيت كنت قطعت لعيبات مراقبه وداك الشيء راك ما عارف فاش رجعت بواحد النفس صعيبه حيت كنت دز من واحد اللعيبات خايبين اوكي رجعت باش نديفلوبي راسي رجعت باش نوصل لهادشي اللي انا فيه دابا فهمتوا بلا الحمد لله. دخلت عارف باش كندير في لونطخين ولكن في الماكله ما كنتش عارف واش كندير. الحل الوحيد اللي درت هو بديت كنقلب في يوتيوب كنقلب في جوجل حتى لقيت البرنامج اللي غادي نرسم لي هي فين ديفلوبي راسي الحمد لله. ومازال كنتعلم ومازال 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 حيت هاد الرياضه سبعان اسرار صعيبه بزاف يعني ما يمكنش تصعب راسك هذه كاينين اسرار بزاف انا باقي ما عارفهمش بزاف باقي ما عارفينهمش عارفينهم غير الناس اللي ديجا واصلين وهذا هو البلان هادشي. ثاني كيسيون ديال منعم فكري الكتاف الا كانوا صغار ترينيو جوج مرات لا سيري ترينيو غير نهار واحد ولا بغيتيهم ديفلوباو ترينيو في الاول ديال السيمانه يعني كتكون شي ويكاند مرتاح واكل مزيان ولا بغيتيهم ديفلوباو عاوتاني مزيان غتكاربي مزيان قبل لو تخيمو يعني تاكل مزيان بروتين كارب وسير ترينيو وعطيهم العصاق سوبر سات دروب سات والله شي كبروا يا تجريب. نسيم اوزاد واش مكملات عندهم اعراض جانبيه خويا اي حاجه عندها اعراض جانبيه راه الحليب الا شربتيه بزاف عنده اعراض جانبيه البيض كليتي بزاف عنده اعراض جانبيه غير الا كليتي خمسه البيضات كاملين ولا سته ولا سبعه وديجا عندك كوليسترول ولا شي بالدم ديالك راه غيضرك دونك مكملات ما غاديش تفوت البورسون اللي كيقولوا لك هما اللي كاتبين واش فهمتوا بلان هما قال لك خذ جوج كوباج خذ جوج كوباج قال لك خذ ثلاثه خذ ثلاثه ماشي يقول لكم خذ جوج انت خذ 14 ولا لا ما بلان هنا فين غيضروك وقال لي كمل اللي راك ديما طوب تحياتي خويا نسيم اوزاد بيك ديليكا سهيل او ال واش باقي غتشارك في الكومبيتيسيون ديال شهر ثلاثه وي خويا باقي غنشارك ان شاء الله الا كتب الله. حسين ديال حسين سلام خويا معتمد راك مكمل السؤال ديالي هو واش ممكن حيد كرش غير بكارديو ولا ضروري من ريجيم؟ لا غدير كارديو ما غاديش تحيد كرش غتبدا ديكاجي غير الماء اللي عندك في الكور ديالك ولكن باش تحيد كرش ضروري من واحد ريجيم اليمونتير ضروري تقاد واحد تقاد التغذيه ديالك حيت الماكله كوزينه الكوزينه شي راه تقدر تحيد الكرش بلا كارديو غير بالماكله تحيد الكرش حيت الماكله هي كلشي هي اللي غتخليك تنقص هي اللي غتخليك تزيد هي اللي غتخليك دير كلشي فهمتي بلا دونك تقاد الماكله ديالك. وليد وردي شنو السكري باش ديفلوبي شي ارمز ديالك وانت عارف باللي طوال كيعاني من هذه الناحيه وما كرهناش دير لنا شي بروغرام ديالهم خويا كيف ما شتو كان عندي نقص في تريسابس وبيسابس دونك بداو كيديفلوبو الحمد لله. والخطه اللي درت وليت كنترينيهم في الصباح عندي كارب بسيط وعندي بروتين سريع في شي صاص كنضربهم على الصباح كارب بسيط بحال هكا كناخذ بحال شكل ديال فيتارغو فيتارغو وكربونو كناخذهم مع الصباح هو بروتين وكنمشي كنتريني كنسالي عاوتاني كنضرب بروتين وفيتارغو وسميتو والكارب الحمد لله عطاني واحد النتيجه زوينه وهذا هو البلان عشرة هذه الخطه عشرية هذه الخطه. خليل عزيم شنو الحل ديال العضله اللي كتكون ضعيفه؟ خويا العضله اللي كتكون ضعيفه الحل ديالها راه ديجا هضرت ترينا خويا في الاول ديال السيمانه وقبل ما تريناه كاربي مزيان وطلع بروتين مزيان وسير تريني مزيان غادا ديفلوب هاد العضله على حساب اسامه تريستان فاش كي فاش غينفعني الكارديو الا كنت في فتره ديال لاماس خويا ابار لاماس ابار هادي الكارديو كينفع القلب ديالك يعني انت في لاماس كمثال انت فيك متر و70 ولكن فيك 90 كيلو واش القلب ديالك غيتحمل ديك 90 كيلو؟ لا ما غيتحملهاش ولكن الا كنتي كتجري غادي تخلي القلب ديالك يتحمل ديك 90 كيلو علاش حيت ديجا انت ترينيتيه هو قد يستحملها يعني كيهزها كيجري بها واش فهمتي بلان؟ كاين واحد النوع كيطلع لاماس اش كيبقى؟ اش قاتل هاد اصاحبي تجري زوج خطوات طلع شويه لا بغيناك تطيح عشيري في هذا المشكل الا كنتي عارف فلاماس غادي تطلع البوا مزيان جري اخويا علاش ما نجريش نجري واحد ربع ساعه نخلي غير القلب ديالي يتحكم في البوا ديالي وما مابقاش نسخف فهمتي تقدر تجري جوج خطوات وهذا ما ماشي في صالحك عشيري علي راه غير خويا انا يلاه بديت دابا تقريبا 6 شهور في لاصال اش من
كومبليمون ناخذ مع العلم انا ضعيف شويه خويا. الا كنتي ضعيف غادي تاخذ جينر، الا كنتي ضعيف خذ جينر، الا كنتي شويه متقدم غتاخذ لاوي وغطلع الكاب بالصوفان وسميت. الا كنتي ضعيف خذ شي مكمل ديال الجينر. ايوه مات ممكن اخويا تشرح لي دروب ساج وسوبر ساج وامتى خاصني نخدمهم؟ خويا الدروب ساج كمثال، انت غتخدم اكزرسيس عندك 4 ديال السيريات، ديتي ب 10 كيلو، ساليتي درتي 20 كيلو، 30 كيلو، 40 كيلو، وفاش وصلتي 40 كيلو غادي تمراجع ولكن ما غاديش ترتاح. 40 كيلو، 30 كيلو، 20 كيلو، 10 كيلو، غيعاونوك يبقاو ينقصوك وانت كتضرب. هذه هي الدروب ساج. والسوبر ساج كمثال، انت خدام في ديفلوبي كوشي يعني ستار بلا، وملي كتخدم تخدم سيري ديفلوبي كوشي تسالي غتضرب سيري ديفلوبي كوشي ديال سوفا ان كليني. هادي هي سوبر ساج عشير. اي طورة سوفيان خويا واش يمكن ندير الحديد وزيدو ما غاديش نضعف والله يسر ليك في البطولة عشير. اما يا خويا ممكن اخويا التريني زيدو والميسكيلاسو ما ماشي مشكل عشير، فهمتي؟ خاصك غير المهم ترين وتقاد الماكلة ديالك، تعرف الكور ديالك شحال كيحرق وتعرف شحال غتدخل ديال لي كالوري باش ديفلوب. واحد الدري ميزاكي قال لي زورنا في وجدة، تحياتي ليك وتحية الناس ديال وجدة. وصا على الا جابت الوقت راه نزيد وزن وندير شي ميطاب شي منه عادي. العضله تنفخ على عضله اثناء التمرين بحال التابجه تنفخ مزيان وجهها شويه. لا خويا ما الا كنت خدام بيد وحده ويد وحده ما تخدمهاش، ما خدمتيهم بجوج راه بجوج مخصمين بومبا وشي. سعدو خليل الدري هذا كاتب واحد الميساج ما فهمتش بان طريقه كتبو هو كيفاش فكر، ولكن انا فهمته كيفاش ترجع لونطريمون بعد انقطاع الفتره طويله وشحال غيس طلب منك الوقت باش ترجع النيفو ديالك. خويا الا رجعتي تريني نصيحه، الا كنتي قاطع واحد شهر ولا شهرين ورجعتي تريني غتبدا غير بالخفيف. الخفيف السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه غتزيد شويه، السيمانه الثالثه ما غاتجي فين وصل السيمانه الرابعه تلقى راسك رجعت داك البوا اللي كنتي كتضربو من قبل. يعني الا كنتي كتضرب 80 كيلو غترجع لها في السيمانه الرابعه تضرب 80 كيلو. وبالنسبه للنيفو ديالك على حساب الدايت ديالك اللي غادي باهي. الا رجعتي لوروبا ديالك مزيان بديتي كتاكل مزيان واحد السته ديال اوروبا ولا خمسه ولا شحال ما كنتي كتاخذ، اوتوماتيكمون عشيره غادي ترجع كيف كنتي. علاش؟ حيت العضله عندها ذاكره ودغيا غترجع، فهمتي؟ بلان دغيا غترجع. هادشي اللي كاين. وتحيات اخويا وبيك ديديكاس خويا سعد وخالد. جو سوي اوكيبي خويا معتمد. راه كاين السؤال ديالي هو واش المكملات كيساعدوا في التنشاف؟ خويا الحاجه الوحيده اللي كتساعد في التنشاف هي الدايت ديالك، هي الكوزينه، شنو كتاكل في الكوزينه. ابار سا خويا كاين المكملات اللي كيساعدوا في التنشيف بحال اش بحال الكارنيشين سي ال ا هادو الفاست بيرن، فهمتي؟ بلان هادو غيساعدوك في انقاذ الوزن او في التنشيف. زايد منتصر قال لك واش الحديد كيجيب تيتيز ولا والو؟ كيفاش نسالك خويا كيسبوك الدريه 3 كيلومتر كيبداو يطيحوا بقرا خويا؟ ما كذبش عليك، الا كنتي غتدخل تريني باش غطيح تيتيز هذا ما بلانش. بالنسبه ليها مولا بينا ولا الهدف ديالي انا الهدف ديالي ماشي هو نطيح دريه بلون تخان نوصل لواحد الفورما. الدريه راه غطيح اصاحبي غطيح دريه ما ماشي النساء عندهم 99 سوا اصاحبي. راه تقدر دير عشقك على واحد الحبوبه فوق هنا، فهمتي؟ بلا تبغي تقدر تبغيك غير على كيفاش كتهضر، ماشي ضروري تكون عندك فورما تبغيك دريه. دريه كيعشقوا شي حوايج اللي انت ما طاحش لك على بالك، غير ماشي ديالك تعشقك دريه تبغيك، فهمتي؟ ماشي ضروري تكون عندك فورما. وهذا هو بلان عشيري. وانتم غترفعوا لي انكم مع كاتالينا ولا ولا هذا اطراري ميدو قال لك سلام انا من طنجة بغيت نعرف من بعد الشهره ديالك ما بقيتيش شعبي كيف كنتي؟ مع كامل احتراماتي خاي معتمد انا مشبعك من اول فلوق حتى الاخر. ماشي اخويا ما بقيتش كيفاش كنت زعما ما بقيتش شعبي، شنو وليت زعما بورجوا؟ لا لا اكي بالك عشيري قول ولات عندي واحد الثقه في النفس. يعني الا تيجي تشوف اللون ما كنتش كنهضر شويه حشمان شويه هذه، دابا مع المده ومع ولفت العشران كتلاقى مع الناس كيبغوني لي كومونتير هذه كتكسب واحد الثقه في النفس كتخليك تتعامل بحال هذاك بهذيك الطريقه. ولكن الحمد لله انا كنتفرج في راسي كيعجبني راسي الحمد لله عشيري. الا بانت لي شي حاجه انا تكبرت فيها راه في المونتاج كنحيدها، يعني نقدر ندير شي حاجه بدون قصد اخويا. ميمكنش لا ما لا لا اسمح لي يا سيري ما كاين لا تكبر لا والو، بالعكس انا كنتعامل سبونطاني كيف ان هذا هو البلان. وواقيلا ما كنتيش متبعني من الاول نيمشي حسين اش بي عندي مشكل ناقص هو رجلي، شنو ندير اخويا باش نسبو الجسم ديالي من الفوق؟ زعما يكون عنده واحد التناسق في الفوق وتحت. خويا انا بحال كان عندي رجلي ناقصين اوكي الحمد لله قدرت اخويا ديفلوبيهم. كيفاش؟ الماكله مزيان عشيري وغاترينيو مزيان غتسكواطي مزيان غتثقل مزيان حيت رجلين عضله كبيره. دونك كتبغي العصا عشيري كتبغي هارد وورك ابار الا كانت لا جينيتيك ديالك
معونا ديجا انت عندك فخار. اما خويا الا ما كانوش عندك بحالي انا هنا باش وصلت من هنا غير فيهم تمارا اقسم بالله العلي العظيم الى 140 كيلو 160 كيلو واحد النهار ضربت 180 كيلو الدراري نزلت ما هوش اوكي الحمد لله كل وكان تردوا البال من الاصابه دير الصنطه ديالك وسخن مزيان وتريني طاوم شنو الاصل ديالك وعلاش ما بقيتش غتشارك في كومبيتيسيون خويا غنشارك في كومبيتيسيون وبالنسبه للاصل ديالي قول لي الدراري شنو هو الاصل ديالي والله تنقولها لكم في الفلوق الجاي كومونتير اللي غيجمع لي زين بزاف غادي ندير ليه جادو وندير ليه بينك غنلصقو في اول كومونتير اللي جابها لاصق يلاه بانوا علينا الدراري من احسن الاسئله اللي عجبوني انوار ماد الربزه وقال لي واش كتفكر باش تحتاف خويا خاصني نشوف لاجينيتيك ديالي يعني في هاد الكومبيتيسيون فاش غنسيش غنشوف الجسم ديالي يعني اذا ما تشوفش لاجينيتيك ديالي الكبيره وكيفاش غنشوف مزيان عاد غادي نشوف الكور ديالي كيدير واش يكون عندي مؤهلات باش نقدر ننافس ابطال كبار يعني ابطال حقيقيين ديال بصح ولا لا ولا لقيت راسي عندي لي كونديسيون باش نشارك مسابقات دوليه ونافس ابطال كبار ان شاء الله غادي نشاركو وغادي نديرو سوكسي. والسؤال الثاني ديالو قال لي من هو قدوتك في هذه الرياضه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي بالنسبه في المستوى الوطني اخويا ما عنديش قدوه بالنسبه في المغرب ما عنديش قدوه كاينين ابطال كاينين ابطال كنحتارمهم بزاف وكاين بالنسبه باش يكون عندي قدوه انا في المغرب ما كاين قدوه ديالي على المستوى الدولي هو صديق هادزوفيش كيعجبني بزاف كنحس براسي قريب منه في لاجينيتيك كيعجبني بزاف وعزيز عليا عزيز عليا فهمت سيرتو هو مسلم وهذه يعني بخير والسؤال الثاني ديالو قال لك اذا لم تكن تمارس الرياضه كما الاسلام ماذا يمكن ان تكون غير ذلك انا الا ما كدخلتش ندير هذه الرياضه شنو كنت غادي نكون خويا كون انا مجرم الله يلا كون مجرم خويا عرفتي مع داك الدرب اللي ساكن فيها خويا وداك الحي اللي ساكن فيه داك لونتوار والله يسر خويا جرينا الهوية ما نكذبش ويا لي احترامي يا اخي واصل وفو ما كان طموحك فنحن معك شكرا بزاف خويا انور ميد الربزه وتحياتي اخويا تحياتي تحياتي لحظتك وغندوزو لعبة قدوس المتوكل الا قطعتي الاصر واحد الفتره تقريبا شهر ورجعتي تريني واش اخويا معتمد ترجع تريني بنفس الثقل ونفس البروغرام اللي كنت متبع قبل وشي لي ديكاس ديكاس خويا عبد القدوس وبالنسبه واش غترجع بنفس الثقل لا كيف ما قلت قبل غترجع بشويه بشويه تدريجيا والبروغرام غير رجع كيف ما كان البروغرام ديالك وغتولف غير يفوتك ديك لي كورباتير ولعبات ما حدك غادي وكتقدم كتقدم حتى غترجع كيف ما كنتي ايمن العماري تبارك الله عليك خويا معتمد والسؤال ديالي هو شنو هو لاج المناسب اللي يقدر بنادم يبدا فيه الجيم وعلاش لاج المناسب عشيري هو تبدا في المراهقه ديالك اول حاجه غتنفعك الا بديتي في المراهقه ديالك غتبعدك على البلي يعني غتبعدك على الناس اللي نيجاتيف والله يعفو واش هادوك لي نيجاتيف الله يعفو عليهم و الا كنت بغيتي الرياضه غادي تزرع فيك واخا تقطع واخا دير لي درتي غادي ترجع واحد النهار غتقول شوف فلان شو انا كي كنت وشو دابا كي وليت لا خاصني نرجع كيفاش كنت وغضربك الناس على راسك واش غترين وثالث حاجه عشيري ان في الفتره ديال 16 عام 17 عام كيكون هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الرجوله كيكون في الارتفاع ديالو دونك انت خاصك تستغل داك الهرمون باش ديفلوبي راسك باش توصل لواحد النيفو اللي هو زوين وغادي ديفلوبي دغيا هذه النصيحه ديالي كنصح الدراري اللي صغار يدخلوا التريني ماشي مشكل بخير بالنسبه واش غيأثر لي على الطول هذيك غير هضره خاويه هضره ديال جدود ما كايناش هضره فوالا الدراري هادو هما لي كيسون لي جاوني وتحياتي لكم كبيره شكرا على لي ميساج ديالكم وشكرا على السيبور ديالكم كيف ما نتوما كتبغوني راه حتى انا كنبغيكم وبالنسبه للكاميرا راه بدلتها خديت كانون 600 دي هي هادي باش كن ريكوردي دابا وكنسجل وهذا هو البلان وكيف العاده كان معكم متابعين في الشيخ ولا كتعسيري او اختي او خويا اول مره كتفرج فيها ما تنساش لايك وشي كومونتير زوين وهذا هو البلان نقدر نكمل لكم فلوق نقدر لا المهم انا غادي نتقلى الى شقاد الى غنمشي لاصال تريني اللعيبات كاين بالي بلاص صافي خليه سالي هنايا تنتلاقاو في فلوق يكون على حقو وطريقو وهذا هو البلان ونتقاسوا الدراري كنبغيكم بزاف